نسخر عمر جميع. اخوان عافاكم دافينا شحال تاعك المهم كل مع ولادنا الحمد لله فرحان بزاف لان التعب ديالي كامل ديال هاد السنين كامله ما ضاعش ليا والحمد لله كنحمد الله ونشكروا على هاد النجاح ديالها وكنهدي العائله كامله لان فرحانين بها وهي اللي دابا عندنا البنيته اللي نجحت في هاد الامتحان هذا كيبغي بنتو كان عندي شويه ديال التخوف حيت يعني كتقرا وكتبكي كانت زعما باغا تنجح هذاك الشيء اللي كنت متخوف لا انا ما تنجحش قالت لك الامتحان زاد صعيب شويه والحمد لله على لطف الله الحمد لله على هذه النتيجه هذه كيفاش شفتيها؟ لا صيفطوا عليا في اس ام اس عادي اس ام اس عادي صيفطوا عليها فاش هذيك اللحظه فاش جاكم النتيجه فاش شنو كان صراحه كنت فرحانه حيت بالنسبه لنا حنا علميا تحطنا داك الشيء صعيب بزاف داك الشيء ما كانش فيه على حسب النيفو اللي قرينا حنايا حطوا لنا داك الشيء صعب من النيفو ديالنا وكنت كان عندي واحد التخوف كبير صراحه سيرتو في الكونتابيليتي حيت انا باك كونطا حيت حطوا لنا 20 ورقه في الصباح و18 في العشيه كان داكشي شويه معقد الورق ما عرفناش نستفوهم داكشي ما عمرنا في حياتنا دوزنا هذه الكميه كامله ديال الورق والحمد لله كان خير وخدينا باك مونسيون نفرحوا الوالدين وصافي كان عندك شويه التخوف بزاف صراحه بزاف بزاف كاع واخا شنو ان شاء الله ناويه ديري باغا ندير ايزيت ان شاء الله اللي في طنجه وندير نتبع تخصص ديالي لا كونطابيليتي ونتمنى الخير وصافي كنقول ليه شكرا بزاف وكل ما كنتيش نتايا ما كنت ندير والو يا خلي كنبقى فرحان بالنجاح ديال بنتي لان تعبت عليها باش توصل هذه المرحله هذه الحمد لله ونشكره وكنقول لها مبروك مسعوده بنتي وجاء المسلمين كاملين بغيت كاع بنات الامه المسلمه تنجح ان شاء الله وتكون فرحانه بحال اللي فرحتني انا بنتي الحمد لله ونشكره شنو كتمنى لبنتك ان شاء الله كنتمنى لها مستقبل زاهر ومكتب لها الله هي اللي غتوصلوا هي انا كنبغي تبني مستقبلها نبغي لها مستقبل زاهر ان شاء الله في داك الشيء اللي بغات ان شاء الله الا كتب الله غنديروا الحفله ان شاء الله ضروري ضروري غنفرحوا بالحباب لا شفتها البارح بالليل لا انا متاكد انا نسيت نشوف صحابي واش نجحوا صافي واحد الانسان اللي كان كيقول لي والله الا خليتك دوزي الباك والله الا شديتي الباك قول له دابا اش كاين شديتي ولا ما شديتوش جبت الباك ولا ما شفتوش وبمونسيون تخي بيان الحمد لله هذا نجاح حدي الوالديا اللي وقفوا معايا صراحه وساندوني بزاف خصوصا في هذيك اللقطه الاخرى اللي كانوا عندي مشاكل فيها بزاف وداك الشيء وقدرت الحمد لله باش ناخذ الباك ديالي ضد فجيع ديالي الحمد لله هذه الفرحه كل ام كتمناها في المسيره ديالها في الحياه ديالها مع وليداتها والحمد لله فرحتني وكنوجه لها الشكر والله يسهل عليها والله يكمل عليها ويفرح كل ام في هذه اللحظه هذه كتسنى اي ام كتسنى هذه اللحظه انها تفرح بهذا حنا اللي كننجحوا حنا اللي ماشي وليداتنا يعني كنكونوا غاديين معاهم في ديك المسيره كنكونوا ادينا الرساله حسيت بالفرحه والحمد لله ملي فرحت الوالده ديالي حتى هي راه دار هو الدنيا وما فيها ملي كتفرح والديك راه هو كل شيء والحمد لله توفقنا قفنا الباك دابا كنشوفوا من ورا الباك شنو الافاق اللي يتفتحوا لنا باش نديروهم وان شاء الله يكون خير ضروري البارح وصلتهم في الليل ضروري لا انا شفت البارح مع 12 ونص الليل صراحه تصدمت تجت عرفت ديك الحاله الهستيريه ديال الفرحه وفرحنا والدينا العام كامل هما مقاتلين معانا وكنفيقوا بكري كنبريباريو باغي ننجحوا هي الصراحه الكمله ما فرحاتش كاين اللي صحابنا جابوا الاستدراكيه كاين اللي سقطوا ولكن الاستدراكيه غير فرحه مؤجله الله يسهل عليهم من بعد البارح كانوا تعطلوا علينا ولا المهم انايا وصلني اس ام اس في تليفوني صافي كنت صافي مشيت قلتها لهم فرحوا معايا بزاف الصراحه الحمد لله والله تقدر ندير لي 6 ايام من بعد نقدر على حسب دابا خصني تكونسونطرا نشوف المدارس وداك الشيء اللي كاين خو عليا الباب الفرحه نجاح الحمد لله يعني هذاك التعب كامل يعني اللي دوزناه يعني في اعوام يعني من البدايه الحمد لله يعني حققنا النجاح هذاك الكرفيه ديال 8 وكنجيو يعني في الصباح والشتا والبرد الحمد لله ربي يعني فرحنا ولكن الهدف هو اللي يعني الوالدين هما الاسبقيه اليوم هما